اشتداد المعارك على جبهة المؤسسة الاستهلاكية الحمراء في قلب درعا المحطة، مع تقدم مقاتلي الجيش السوري الحر لواء الشهيد حوران. أخي الكريم، اشتداد المعارك وازدياد شراستها. الحمد لله نحن في تقدم بإذن الله، والأمور الحمد لله بخير، وضع المقاتلين النفسي كمان جيد الحمد لله، والجيش الأسدي والعصابات الأسدية بارتباك إن شاء الله، والتحرير قريب بإذن الله. نحن ماضون في سبيل الله إن شاء الله. إن شاء الله بظل الشهر شهر رمضان يتم التحرير.